السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت سلسلة شيوات ريحانة كمال، نقدم لكم سلطة مغربية بالخضار والأرز. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. مكونات السلطة: كنحتاجو الأرز الأبيض من النوع الطويل، كيكون مسلوق مع القليل من الملح وزيت المائدة والماء. كنسلقو ومن بعد كنغسلو وكنصفيه، كنحصل على هذا الشكل. كنحتاجو صلصة ديال المايونيز، صلصة اللي فيها الفلفل الأسود والملح وزيت المائدة والقليل من الخل الأبيض، علبة ديال الطون مصفية من الزيت، البطاطس كتكون مقشرة ومقطعة قطع صغيرة كتبخر أو كتسلق في الماء. أيضا كنحتاجو الجزر مقطع قطع صغيرة، أيضا كنبخرو أو كتسلقوه. كنحتاجو أيضا الباربة اللي هي الشمندر، كتكون مسلوقة في الماء كتقشر وكتقطع قطع صغيرة. كنحتاجو أيضا الخيار قشر مقطع دوائر، ممكن تضيفو إضافات أخرى من الخضر لكم الاختيار. كناخد القليل من الصلصة، غنضيفو الباربة والجزر والبطاطس، كنضيف أيضا صلصة المايونيز لكل مكون. المكونات كلها جاهزة، الخضر ضفت لها الصلصة مع المايونيز، والأرز أيضا ضفت لي العلبة ديال الطون المصفات من الزيت، وضفت لي المايونيز والصلصة اللي فيها الزيت والملح والفلفل الأسود والخل الأبيض، وكنضغط عليه بهاد الزلافة باش غادي نقلبو في الصحن ديال التقديم. كيكون عندي صحن ديال التقديم، كنوضع فيه الخس اللي كيكون مغسول مزيان، ضروري ما كيتغسل المره الاولى والمره الثانيه، وكنصفيه وكنشفو وكنوضعو في الجانب ديال الصحن. ممكن تاخدو الخس اللي من الحجم الكبير، انا متوفر عندي غير هذا، ممكن توضعو الاشياء اللي كتفضلو. كنقلب الرز في هذا المكان، نحاول نضغط عليه، كنحصلو على دائرة ديال الأرز، نقاد قطع ديال الخس، نبدأ في وضع الخضر بشكل متناسق. نبدأ كنضع الخيار، نضعه في الجهة المتقابلة أيضا. سلطة يعني سهلة والكل كيعرف يحضرها، يعني تلبية لطلب الأخوات اللي يطلبوها مني. كنستمر بهذه الطريقة، ناخد باربا نحاول نشكل الأشياء متناسقة. كنقادها، نوضع الجزر، هذه يعني سلطة مغربية. ممكن نضيفو الذرة المعلبة، اللوبيا الخضراء، أشياء كثيرة، طماط سوغيس، طماطم صغيرة. ناخد البطاطس، كنستمر بهذه
بهذه الطريقه، وحتى كنتهي من الكميه ديال الخضار اللي عندي. كنحتاج البيض مسلوق كنقطعو كاضافه فقط ماشي بالضروره، لكم الاختيار. كنوضع القليل من بياض البيض اللي كيكون مسلوق، كنحكو كنوضعو على الوجه. ممكن توضعو الزيتون الأسود أو الأخضر، لكم اختيار. كنضع دائرة ديال البيض المسلوق في الوسط. هذا هو شكل السلطة النهائي.